شكرا على هذا التفاعل الجميل مع ما قلته، وإن كان ما قلته ليس قولا فصلا وإنما هو فقط إثارة لإشكالات. بطبيعة الحال تناول مفهوم الهوية يكون تناولا مختلفا. ابني أيمن تحدث عن مسألة الدعوة، كيف ندعو الشباب وكيف نلم شاعتهم من خلال غرس مفهوم معين للتدين أو للدين. طبعاً الحال مقاربة الفيلسوف للهوية، مقاربة السياسي للهوية، مقاربة الداعية للهوية ليست مقاربة واحدة، فممكن أن تنتظم للداعية أو ينتظم له برنامج يرى أن هذا البرنامج كفيل بأن يعيد الشباب إلى دينه من خلال رؤية منفتحة للدين قائمة مثلا كما أعتقد على المشترك الإنساني. وعندما نقول المشترك الإنساني نحن لا نخرج عن إطار الثقافة الإسلامية ديالنا عموما. نحن نعلم أن مقاصد الشريعة كلها هي خمسة: الدين والعقل والنفس والمال والنسب. هذه كلها يشترك فيها البشرية جميعها، تبقى المقاربات مختلفة. هذه الأمور إذا استطعنا أن نلحمها فإنها تشكل هوية معينة سواء عندنا أو عند الآخرين. ومن أسباب انهيار الذات الفردية وانهيار الذات الجماعية هو انهيار هذه المقاصد التي لم يعد الإنسان يضعها أمامه سواء في سلوكه أو في حياته أو في تصوره للذات. هناك نقطة مهمة جدا، وهي أن لا يمكن أن نفصل الهوية عن رؤيتنا للعالم. والرؤية للعالم هي رؤية كيفما كان الحال، هي رؤية ثقافية. ليست هناك رؤية للعالم لا حدود لها ولا شط لها، بمعنى أنني لكي أعيش يجب أن تكون عندي رؤية للعالم. هذه رؤية للعالم كيف أكونها؟ هنا تصبح المهمة ليست سهلة، يعني تصبح المهمة مهمة جهد فكري ثقافي. ولا يمكن أن نتحدث عن أشخاص يعني لا ليست لهم مهمة علمية أو ثقافية أو فكرية ثم نطلب منهم أن ينشئوا هويتهم. طبعاً الحال الطموح الذي نطمح إليه هو أن يصبح كل فرد في المجتمع قادر على أن يفكر بنفسه وأن يصنع ذاته انطلاقا من مقرؤاته وتجاربه وحياته وتطلعاته ومستقبله. لكن فرق بين هوية ذاتية تعيد للإنسان إحساسه بالتماسك الداخلي وبين فردانية يقع بها تشدي المجتمع. رغم أن الفردانية أو الفردية هي مطلوبة في بعض الأمور، لكن إذا تجاوزت الفردانية حدودها فقد تؤدي إلى تشدي المجتمع. إذن هنا تبقى الإشكالات والمفارقات، كيف نعطي يعني قيمة للفردية ولكن في نفس الوقت نحافظ على التماسك الاجتماعي، لأنه رهان من رهانات التنمية أيضا، رهان أخلاقي وسياسي واجتماعي واقتصادي وثقافي. لكن تبقى هذه أمور إشكالية نطرحها نحن، ولكن المجتمع هو الذي ينبغي عليه أن يفكر فيها جميعه، المجتمع جميعه يفكر فيها وليس مسألة الأفراد. وأن نستحضر دائما، لأن السؤال الواقع هو السؤال المهم، كي أين يسكن الشباب اليوم؟ هذا سؤال مهم جدا. هذا أين يسكن شبابنا اليوم؟ يجب أن نعرف أين يسكنون حتى نستطيع أن نهيئ ما نراه أنه كفيل بأن يغنيهم
ويغني هويتهم وذاتهم وفكرهم وثقافتهم. لذلك أرجع دائما إلى أن هذه الفضاءات العمومية هي فضاءات مهمة، فضاءات مهمة لأن يطرح فيها الإنسان جميع الأفكار، وأن ينصت إلى الآخرين، وأن يكون الحوار والتواصل سبيلا إلى نشأة هذه الأفكار. الدين في مجتمعنا كما ترون لا يمكن تجاوزه، لكن يبقى السؤال أي دين نريد، أو بعبارة أخرى أي تصور للدين نريد. وهذا تبقى أيضا إشكال معين، لأن نحن نعيش في القرن 21 والبعض يريد منا أن نعيش في القرن الأول الهجري، وكأن الزمن لم يعد له أي قيمة، في حين أننا نعرف أن أدبياتنا الإسلامية كلها تقول رحم الله امرأ كان بصيرا بزمانه. فالبصارة بالزمان أساسية، ولولا هذه البصارة بالزمان ما أنتج لنا الشاطبي المقاصد، ولا أنتج لنا العز بن عبد السلام نظرية المصالح، وما أنتج لنا يعني ابن خلدون علم العمران. البصر بالزمان هو وراء كل إبداع وإنتاج. وعندما لم يعد المسلمون يبصرون زمانهم بل عاشوا داخل كتبهم وتراثهم، تأصبح القائل منهم يقول نحن مع خليل، إن أصاب خليل أصبنا وإن أخطأ خليل أخطأنا، وأصبح العقل ملغى في الثقافة العربية الإسلامية. هذا هو الإشكال الذي نريد أن ننبه عليه، ونريد أن نقول ما يوجد في ثقافتنا هو أن التقليد حرام. حرام أن تقلد شخصا، تقليد حرام، اتباع قول الغير بغير دليل حرام شرعا. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن عليك أن تهيئ لنفسك الظروف التي تستطيع من خلالها أن تبني فكرا يعيد لذاتك حقيقتها وإنيتها، ويسمح لك بأن تتواصل مع الآخرين بطريقة إيجابية وطريقة غنية. ولذلك فالهوية لها جذور حقا، لكن أي جذور؟ هل هويتنا هي أن نرجع إلى 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 أصول الفقه، إلى علم الكلام، إلى المقاصد، إلى الفلاسفة المسلمين الذين أناروا بعلمهم، أم نرجع إلى من يعتبر أن العيش يعني وفق الزمن الماضي هو الأفضل؟ يعني هنا تطرح إشكالات، وهو أن نرجع إلى الذات، ولكن يبقى السؤال ديال الحاضر هو السؤال المهم. نطرح الأسئلة أولا التي تؤرقنا في حاضرنا، هذا هو المنطلق. ما هي الأسئلة التي تحرقنا في حاضرنا؟ هنا خص يكون إجماع أو يعني نوع من التداول حول هذه الأسئلة، ثم نحمل هذه الأسئلة نطرحها على علم الاجتماع. الأخت التي تحدث عن علم الاجتماع، معلوم علم الاجتماع من العلوم الإنسانية المهمة جدا، والتي ينبغي أن يجود فيها الإنسان. هذا ما فيش ليس فيه ليس فيه شك طبعا الحال. الدراسات الاجتماعية من الدراسات التي تقربنا من فهم واقعنا، رغم أن مفهوم الواقع كما قلت لكم راه ملتبس، لأن الواقع الآن فينا هو، ولكن كيفما كان الحال الدراسات النفسية والسيكولوجية والنفسية والاجتماعية والأنثروبولوجيا والآن علم النفس المعرفي، هذه كلها ميادين أصبحت تقربنا من الواقع. وإذا لم نعرف أين نحن لا نستطيع لا أن نرجع إلى التراث ولا أن نبدأ إلى المستقبل، فيقع لنا ما سماه أحد الإخوة هنا بالاغتراب. وأعتقد أن أيضا من سمة عصرنا هي الاغتراب، الغربة، لأننا مغتربون عن دواتنا وعن علاقات في المحيط القريب منك لا تجد من يفهمك في المحيط القريب. فهناك
يعني الدعوة إلى الحوار وإلى النقاش وإلى أعتقد بأننا إذا خرجنا من هذا الفضاء بهذه النقطة أعتقد بأنها يمكن أن تكون يعني هديا وسبيلا للمستقبل. يعني هناك أسئلة دقيقة فلسفية ها هنا أعتقد بأن ليس هنا محل الحديث والإجابة عنها، نحن في فضاء عام. أشكركم على حسن انتباهكم وتفاعلكم، ونتمنى إن شاء الله أن تكون فرصة أخرى لإثارة مشكلات أخرى وقضايا أخرى ومسائل أخرى. وشكرا لملتقى الحضارات في شخص أستاذنا الدكتور العربي بو عياد الذي أتاح لنا هذه الفرصة لإثارة هذا الموضوع الهام الذي كما ترون أنه موضوع بدأ ولم ينتهي. والسلام عليكم ورحمة الله.